بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم احبائي واعزائي مشاهدي ومتابعي قناه جوار السويس. انا بصراحه بقالي مده قربت الاسبوع ما بنزلش السوق، لان الاسعار لا هي عجباني والكميات بتاعت السمك اللي هو السوبر قليله، وفي نفس الوقت مرتفعه جدا. ولا ايه يا استاذ محمد؟ تمام. السمك عالي قوي اللي هو الشعور. الشعور ده مفيش عم محمد، مفيش سمك اصلا. صيد النزهه بس اللي موجود. النزهه فاهمني ازاي؟ وبعدين اصلا يعني سمك قليل كمان، يعني حتى صيد النزهه سمك قليل. بس ده فوق قوي يا استاذ محمد. مش تمام، انت دلوقتي معظم الراجل دلوقتي بيتكلم بتاع النزهه بيتكلم بيروح يجيب له سمكتين ثلاثه، واللانش عارف بيتكلم 5000 جنيه على المجموعه. النهارده اكتر من 5000 جنيه والله. لو مبيت يخش في 6000 جنيه كمان. مبيت وهو ورزقه. هو ورزقه. يروح يجيب لي سمكتين ثلاثه عم محمد، يعملوا سمكتين ثلاثه. الله ينور عليك. بيخطفوهم بتوع المنتجعات والقرى الساحليه. بيضربوا علينا هنا الاسعار، صح؟ ايوه ده. طيب صباحك زي الفل، معاك ايه النهارده؟ النهارده عندي نوت مزارع مالحه عم محمد. كام ده؟ كام عيد المدة؟ 75 بس. كام؟ الاول يا عم محمد. ده مزارع غالي قوي والله. ليه ده؟ عشان ده اسمه ده برضك شغل مطاعم بيتقول كده، عشان كده عشان السنجاري. عشان شغل السنجاري وشغل يعني اخر 75 كده؟ 75 يا عم محمد. بيطلع يا عم محمد. وعندنا طباره حلوه. الطباره دي؟ الطباره حلوه دي، دي بتاعت ماما مالحه برضك. حلوه شكلها حلو. 50 الطباره دي. الله. الطباره بسم الله ما شاء الله. بسم الله. انا عن نفسي شايفها ما تفرقش عن البوري. وسمينه شكلها. بسم الله ما شاء الله. والباغه دي؟ دي باغه دي بتاعت بورسعيد. عشان ما عندناش عندنا في ما فيش انا عندنا هنا واقفه. بكام؟ بورسعيد ب 60 جنيه يا عم. 60 جنيه. بيقولوا عليها تونه دي؟ لا دي بلاميطه صغيره يا عم. بلاميطه صغيره. ما حدش يضحك على السويس يعني. دي بلاميطه صغيره. بلاميطه صغيره. عشان ما حدش ايه لا 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 لا. بكام دي؟ ايه؟ دي بالكيلو. بالكيلو دي يا عم. بالكيلو بكام؟ دي بالكيلو. بكام يا ابو حميد؟ 50 كيلو. كيلو عم بتاع 50. الله يسلمك. بجاشة سينيه كمان. انا بكلمك عايز عيد مش كده؟ عيد يا حاج. عيد سعيد علينا وعليك يا حبيبي. قرب العيد الكبير اهو. الراجل السينمائي ده عم احمد. انا بفضل الله عز وجل. السينيه دي بكام يا ابو عيد؟ السنه دي عامله 90 يا عم احمد. 90 بس لسه مش مطرخه دي يا استاذ محمد. لا السمينه دي بتاع الكنال دي. دي بتاعه الكنال، السيلان النظيفه بتاعه الكنال. مش حاجه بسيطه دلوقتي يا عم. لا لسه. مش الرعيه دي يا عم احمد. لا لا انا عارف. السيلان نظيفه يعني. صيد اخر النهار دي. ايوه البلدي دي بتاعتنا بتاعت هنا. والكابوريا الدكوره دي؟ الكابوريا الدكوره عامله 60. 60 بس نظيفه ما شاء الله ومليانه وحلوه يا عم احمد. الله ينور عليك. سمك طب بلدي كله يا عم احمد. الله يا ربنا يوسع عليك ويحسن صور. طبعا يا جماعه فاكرين المحل اول ما بدانا شغلنا محل جندوفلي. تمام؟ ايه اخبار المحل؟ كلمه الحمد لله ماشي الحال الحمد لله تمام. طب هيبقى لنا زياره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. ان شاء الله باذن الله. الله يخليك. واستكمالا لجولتنا يا جماعه، انت فاكرين اسماك الدولي لما عملنا معاه الحلقه المميزه. السلام عليكم. ربنا اولا يوسع رزقك ويحسن سوقهم. هموره دي هموره. انا من رايي انا بشوف ساعات كشر عيلة كشر بيبقى الدماغ كبيرة قوي. لا ده حاجه اسمها شوال شبه الهامور. شبه الهامور. شوال. يعني انا بحس انها بتاكل جزء كبير قوي من السمك. لا بس دماغها كبيره وليها كرش. مش كده؟ لكن دي هامور اصلي. ده الهامور اصلي. بكام بعد اذنك؟ كشر ده 160، الهامور ده 160. 160، ربنا يوسع عليك. والشعور ده 170. 70 170 ما انا عارف 170. ده برضه صيد نزهه مش مهم. ده صيد نزهه فلاحه النزهه. كشر ابو ورده. ايوه. وكشر النوع اللي هو ابو نقطه. فنوس. اسمه ايه؟ اسمه فنوس. فنوس. بكام ده يا حبيبي؟ ده ب 150. ب 150 يا جماعه احنا خدنا فكره اهو عن الراجل الطيب اللي هو دايما بيسعدنا بلقاءاته. ده ب 150. 170 الشهور يا جماعه. والهامور ب 160. تمام؟ ان شاء الله الموسم يشتغل ويكون عندك فرش مرتاح ونيجي نسجل مع سعادتك تاني. شاكرين يا استاذ.